من يومين محكمة العدل الدولية طلبت بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإنهاء أي تدابير ممكن تسبب تغيير ديموغرافي أو جغرافي في فلسطين. خلونا نعرف تفاصيل أكثر بعد صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. صباح الخيرات يا دكتور أيمن. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذه منى. صباح النور. اهلا بك. صباح الخير. هو راي استشاري لمحكمه العدل الدوليه. نعم. لكن راي تاريخي لاول مره بيخرج هذا الراي او هذا القرار من محكمه العدل الدوليه. ماذا بعد هذا الراي؟ وهل فكره انه راي استشاري يعبر او يستلزم انه لا توجد اي اجراءات او تبعات قانونيه لهذا الراي؟ أشكرك. سؤال مهم جدا. صحيح أن الرأي غير إلزامي مقارنة بالأحكام القضائية، أي القرارات القضائية الإلزامية لأطراف النزاع. أمس أو عفوا أول أمس الجمعة لم يكن هناك ثمة نزاع بين دولتين. المحكمة في رأيها الاستشاري لم تكن تفصل في دعوى قضائية مثلما تفصل المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ولكن الرأي الاستشاري يعني إجابة عن أسئلة قدمتها، أسئلة قانونية بالطبع وليست سياسية، قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتجيب عليها المحكمة. ولكن زي ما حضرتك تفضلت، تاريخي لماذا؟ لأن الرأي فصل وفند كافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقانون الدولي الإنساني وقانون الدولي العام في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بطريقة وشكل يعني باهر وظاهر ومبهر لحتى كبار فقهاء القانون الدولي في العالم. ولكن ماذا بعد؟ هذا هو السؤال المهم أو الأهم الأصح. وأشكر صباح الخير يا مصر علشان إن احنا نتناول ذلك. ماذا بعد؟ الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس صرح رسميا بأنه بوصفه الموظف الإداري الأول كبير الموظفين الإداريين سينقل ذلك الرأي الاستشاري، ينقله رسميا بموجب اختصاصاته الإدارية مرة ثانية إلى الجمعية العامة، والجمعية العامة تتصرف. يعني إيه تتصرف؟ يعني الجمعية العامة تنعقد إما طبعا بزخم بطلب من فلسطين وطلب من المجموعة العربية دول عدم انحياز وهكذا، إما أن تصدر توصية أو قرار. وفي نهاية الأمر والمطاف كل القرارات والتوصيات للجمعية العامة هي أيضا قرارات أو توصيات غير إلزامية إلا في أحوال استثنائية ليس من بينها القرارات والتوصيات التي تصدر بعد مناقشة والتصويت على ذلك الرأي. ولكن دعني أؤكد لسيادتك أن الجهد والمثابرة القانونية اللي بتقوم بها المجموعة العربية لم تحدث في مثل يعني هذا الجهد الأخير في العامين أو الثلاثة أعوام الأخيرة. في جامعة الدول العربية لم تبذل مثل هذا جهد ضخم مشكور بلغة الأرقام منذ عام 1947 اللي هو أول قرار صدر في تاريخ القضية الفلسطينية، القرار 181 عام 1947 والخاص بتقسيم فلسطين لدولتين عربية ويهودية. طيب الجمعية العامة تناقش ماذا بقى؟ يعني هتناقش ايه وتصدر توصيات او قرارات بايه اللي هي اجابة على سيادتك استاذ محمد؟ ماذا بعد؟ هتناقش ما طلبته المحكمة من خلال الرأي الاستشاري بان تقوم اسرائيل بالانسحاب وانهاء الاحتلال الفوري، تفكيك المستوطنات الفوري، التعويض العيني. يعني التعويض العيني restitution إعادة الحال إلى ما كان عليه، يعني إعادة الأراضي والممتلكات للفلسطينيين. وإن استحال ذلك كما صرح رئيس المحكمة، إذا استحال ذلك التعويض الممتلكات ماليا للفلسطينيين الذين نهبت ممتلكاتهم وأراضيهم في الثلاث مناطق في غزة. دكتور أيمن، دي تبعات قانونية لهذا القرار اللي صدر؟ نعم، هذا احنا بنتحدث على التبعات القانونية بقى
للرأي يا أستاذة منا من فضلك. أيوة. للرأي الاستشاري. إنما المحكمة لما تفصل في نزاع في قضية بنتحدث عن قرار قضائي. طيب دكتور، ده يأثر على حق الفلسطينيين في تقرير المصير؟ أشكرك أشكرك. كانت في سيادتك دعوة ممثلة، عفوا أنا آسف، كان في رأي استشاري وليس دعوة ممثلة عام 1971 بخصوص أيضا التواجد الاستعماري غير الشرعي لدولة جنوب أفريقيا في دولة أخرى اسمها جنوب غرب أفريقيا ما بين قوسين ناميبيا. ناميبيا كانت مستعمرة وكان هناك تواجد غير شرعي منذ 1971. صدر رأي استشاري 1971 يعني يكاد يكون مشابه لذلك الرأي اللي صدر أول أمس الجمعة، وفي نهاية المطاف والأمر حصل جهد وحصل أن الجمعية العامة ناقشت وأصدرت توصيات أو أصدرت قرارات معينة بخصوص إنهاء تواجد جنوب أفريقيا الاستعماري في جنوب غرب أفريقيا، وحصل أن في نهاية الأمر بعد جهود ومثابرة وماراثون حقوقي نضالي ودبلوماسي وسياسي أن حصلت ناميبيا على استقلالها 1990. لذلك ممكن أن احنا نطلق على ما حدث في ناميبيا 1971 وحصل أيضا أول أمس الجمعة بخصوص الرأي الاستشاري الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتداعيات ذلك الاحتلال العتبة أو الرافعة أو نقطة البدء، وهي معركة قانونية ودبلوماسية وسياسية لها نفس طويل. دكتور أيمن، يعني المحكمة طالبت الدول والمنظمات الدولية بوقف دعمها لسلطة الاحتلال ما بين قوسين إسرائيل. إلى أي مدى ممكن يحدث تغير ما في سياسات بعض الدول وبعض المنظمات في وقف دعمها لإسرائيل الفترة المقبلة بعد صدور هذا القرار؟ أشكرك وأشكر فريق الإعداد. فعلاً القرار تاريخي. لماذا؟ لأن المحكمة الدولية من خلال رأي الاستشاري طلبت كافة الدول والمنظمات الحكومية بعدم التعاون مع الاحتلال العسكري الإسرائيلي وبعدم التعاون مع الاحتلال في صورة المستوطنات. ولذلك هناك التزام إن لم يكن قانوني، لأن احنا بنتحدث عن رأي استشاري غير إلزامي، إن كان هناك التزام أخلاقي حقوقي سياسي أدبي، هذا زي ما سيادتك قلت هيجعل الدول تعيد النظر وتعيد الاعتبار في علاقتها السياسية مع إسرائيل، وعلى الأقل الدول التي تدعم دون قيد أو شرط تدعم إسرائيل بكل الأسلحة والذخائر، وتدعم إسرائيل حتى بالفيتو في أروقة الأمم المتحدة مجلس الأمن وهكذا. الدول والرأي العام العالمي أستاذ محمد، الإعلام العالمي صحيح. الإعلام، ويعني من خلال منبركم دايما أنا الحمد لله بقول أن الإعلام أهم أداة وليس السلاح وليس القانون الدولي. الإعلام الرأي العام العالمي الحاشد للقضية بعد 1971 في ناميبيا جعل ناميبيا في نهاية الأمر تأخذ استقلالها، لأن حصل ضغوطات رهيبة وصل الأمر إن الدول الاستعمارية بريطانيا فرنسا صحيح. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أيدت ناميبيا ضد جنوب أفريقيا صحيح. رغما من التحالفات الكبيرة مع جنوب أفريقيا. إذن مزيد من القرارات ومزيد من الدعم الدولي ممكن يؤثر في سرعة سير الموضوع، وزي ما الدكتور أيمن قال يعد العتبة أو الرافعة أو الخطوة الرئيسية أو الخطوة الداعمة لوضع أو لمنح الفلسطينيين حق تقرير المصير. كل الشكر ليك الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك.